الله يبارك فيك يا سام، الله يخليك. مبروك، الف مبروك يا كابتن اسلام. ان شاء الله يعني مباراه كانت صعبه، وزي ما بنقول المباريات خاصه مباراه سلوفينيا دوت يعني من المنتخبات اللي ظهرت بشكل اكتر من رائع. انا في اعتقادي كمان كانت اصعب من مباراه السويد. رؤيتك ازاي للمباراه وشعورك ان خلاص احنا بقينا في دور الثمانيه للمره الخامسه في تاريخنا في كاس العالم لكره اليد؟ الحمد لله رب العالمين. والله بص، اكيد مباراه صعبه قوي، انت بتقابل فرقه على طول بتنافس في الثمانيه وثالث عالم مره او رابع عالم مره. هي فرقه مميزه جدا، احنا كنا عارفين من الاول ان عندها من احسن اربع بلاي ميكرز في العالم كله، ودفاعها مميز، والجون بتاعها النهارده برده كان موفق جدا، فاحنا كنا عارفين ان المباراه صعبه. احنا اتكلمنا كده قبل الماتش، حرام ان احنا البطوله دي كسبنا فرق كتير اوروبيه، احنا بقالنا كتير قوي ما كسبناش فرق اوروبيه كتير، حتى البطوله اللي احنا خدنا فيها ثامن السنه اللي قبل اللي فاتت ما كسبناش فرق اوروبيه، احنا كان بس يعني كسبنا فرق معينه فعرفنا ان احنا هنوصل لثامن، لكن ما كسبناش فرق اوروبيه، فان انت البطوله دي تعمل بطوله قويه وتكسب فرق اوروبيه كتير، فكان حرام ان انت تطلع او على الاقل ما تدخلش في وسط الثمانيه، فكان هدفنا ان احنا ندخل الاول دور الثمانيه، وهي دي كانت المباراه بتاعتنا الوحيده، كنا عارفين ان احنا نقدر نكسب، بس كان محتاجه شويه تركيز. في اول مباراه كان الموضوع صعب شويه، بس الحمد لله يعني قدرنا نظبطها تاني. كابتن اسلام، طبعا انتوا بتتكلموا على ماتش اكيد كنتوا عاملين له كل الاعتبار، يعني حتى هنا الكباتن اللي شرفونا دايما محمد عبد الله، عبد الوارث، كابتن محمد ابراهيم، كانوا كلهم بيتكلموا عن مدى صعوبه مباراه سلوفينيا تحديدا، ازاي بتحضروا لها وازاي بيبقى في حسابات ليكم مختلفه عن اي مباراه ممكن تكون سهله نوعا ما. انا معلش انا ما سمعتش، الصوت قطع خالص. بتكلم عن مدى صعوبه فريق زي فريق سلوفينيا بيتعمل له الف اعتبار، بشهاده طبعا كل الكباتن اللي شرفونا هنا في البرنامج، بتحضروا ازاي لمباراه مهمه كده عن اي مباراه قد تكون سهله اي مباراه اخرى؟ يعني سلوفينيا تحديدا كنتوا بتحضروا لها ازاي يا كابتن اسلام؟ بصي، احنا كل المباريات احنا فعلا الموضوع في البطوله مجهود عصبي جدا. الحقش يا دوبك بتخلص ماتش ما فيش، تاني يوم بتبدا تحضر الفرقه اللي بعدها. احنا سلوفينيا بالنسبه لنا كان هو المدرب اتكلم على الفرقه ان احنا خلاص عملنا شكل كويس في البطوله، وده وقت ان انت تصعد، وقت ان انت تصعد هيبقى من خلال الفرقه. احنا انا شخصيا شايف ان فرقه قويه جدا، بس ان هي ما عندهاش ضريبه، فهتقدر ان انت تقفل على الدفاع. اي فرقه فيها بلاي ميكرز كتير هيبقى الموضوع متعب شويه، لكن انت هتقدر تقفل على الدفاع في الاخر لان مشتوك من بعيد، فالحمد لله ده فرق معانا كتير. يعني هي فرقة قوية، ويعني فرقة من أجمد فرق العالم، تعمل المستوى ده وإن أنت تبقى التركيز ده طول الماتش والمجهود البدني كان عليك عالي جدا، فالحمد لله الحمد لله إن إحنا ربنا كرمنا. زي ما أنت بتقول يا كابتن، فرقة من أقوى فرق العالم، وكان النهارده كمان عندهم حارس مرمى رائع، ودايما إحنا عارفين او خدنا خبرات خلاص كره اليد، عارفين ان الحارس المرمى 50% من قوه الفريق. الحمد لله عندنا الطيار وعندنا هنداوي، ما شاء الله الاثنين على اعلى مستوى. خلينا اسالك على ان شاء الله طموحاتنا في دور الثمانيه. حضرتك طبعا عارف ان احنا نتمنى طبعا الوصول للمركز الاول، علشان حتى يبقى المنافس في دور الثمانيه يكون الثاني من المجموعه الثانيه. رؤيتك ايه سريعا يعني لدور الثمانيه، وكمان يعني املك تلاعب مين؟ هل من الافضل لمصر ان شاء الله روسيا تفوز على السويد ونكون مركز اول، ولا بيكون لها حسابات ثانيه يا كابتن؟ بص، اكيد انت الافضل ليك ان انت تبقى مسكت الدنمارك، تقابل فرقه من الاثنين هيبقى قطر او الارجنتين، فان انت تقابل فرقه من دي اكيد هيبقى الموضوع، طبعا فرقه محترمه وكل حاجه، بس اكيد هيبقى الموضوع اسهل من الدنمارك وقت العالم، فاكيد انت كان نفسك تبعد عنها، لكن انت انا شايف ان الضغط خلاص اتشال من عليك، لان انت لازم او نسبه كبيره ان انت تدخل دور الثمانيه وتحقق مركز احسن من المركز اللي فات، ده انت حققته خلاص اوريدي، فانت محتاج دلوقتي خلاص الضغط خلاص تشيله من دماغك، وتبدا ان انت تركز في المباراه العادي، يعني مباراه هاند بول بتستمتع وانت بتلعب بطل العالم، اكيد المباراه متعه، ان انت تحاول تكسب انت خلاص، يعني انت زي ما بقول لك انت الضغط اتشال من عليك، انت بتحاول خلاص تستمتع وتحاول تكسب، لان انت اي حاجه نتيجه بعد كده هيبقى انجاز ليك، فده الضغط بالعكس الضغط هيبقى عليهم اكتر، ان احنا فريق نعتبر فريق صاعد بيقدم مستويات كبيره، فده ده هيبقى الضغط عليهم. انت بتقابل بطل العالم، فانت يعني اظن ان انت ما عليكش ضغط، اظن ان الجمهور هيبقى مقدر حاجه زي كده، فانت بتحاول تعمل مفاجاه،
والريتم يعني والمستوى بتاعنا في السعوديه، فان شاء الله يعني ان شاء الله مفيش حاجه بين ربنا وتقدر تكسب تاني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز اساله سؤال على مفاجاه، انا اعتقد انها كانت مفاجاه او ما اعرفش برضه راي حضرتك الفني، هل تعتبر مباراه الارجنتين امام كرواتيا تعتبر من مفاجات كاس العالم لكره اليد؟ احنا عارفين طبعا كرواتيا كمان من الفرق الكبيره جدا، لكن ظهرت الارجنتين بمستوى اكتر من رائع وممكن تكون قدامنا في سكه يعني في اللي جاي قدامنا. الارجنتين انا اظن يعني الارجنتين كل بطوله عالم بنروحها بتعمل لازم تعمل مفاجاه فعلا على طول. يعني حتى كاس عالم السويد اللي كده كسبت السويد يعني على طول هي بتعمل مفاجات، فده طبعا مفاجاه اكيد. لكن الارجنتين على فكره فرقه من اقوى فرق العالم برضه، صحيح فرقه قويه جدا على طول لازم توقع حد من الفرق الثقيله كل بطوله. ف لكن هي ما كناش متوقعه، مش متوقعه لان كرواتيا عارفه ان الماتش ده حاسم بالنسبه لها، فهي دي كانت الغريبه بالنسبه لنا. دي اكيد مصلحتنا اكيد ان شاء الله، يعني اهم حاجه ان شاء الله يعني ماتش السويد وروسيا يخلص لروسيا ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز اسالك سؤالين في واحد. اولا احمد الاحمر طمنا عليه، لان انا شفت يعني كان متشرح ومتجرح والتيشيرت بتاعه اتقطع. انا عايز اسال يعني في الحالات دي، طبعا احنا النهارده كلنا كنا بنفهم في طايره يعني، وكلنا كنا بنتابع في اليد بقى. وكله في اليد قصدي، وكلنا ما شاء الله كنا يعني ولا اروع يعني. طمنا اللقطه دي بتاعت الاصابه دي بيبقى فيها زي ضربه جزاء مثلا، دي بيبقى فيها طرد للعيب اللي عمل كده؟ انا ما فهمتش يعني، لان المباراه كملت عادي يا اسلام. هي المشكله ان انت اللعبه بتاعتك هي لعبه عنيفه. انت حسب التقدير، هي لعبه تقديريه جدا، الحكم بالنسبه له هو صح هيبقى كل حاجه لان هو موضوع تقديري. والمشكله ان انت مش هتبقى عارفه ان الحكم ده هو عليكي ولا هو تقديري كده، لان هو حكم الماني، الدوري الالماني كله كده، كله ضرب وكله بيجيبوا كتير جدا الضرب. فانا ما تعرفش بصراحه، ما اقدرش ان انا اظلم الحكم. لكن هي فيها حاجات كتير انا شايفها فيها كتير بيتنات. لكن احمد الاحمر كويس سليم. احنا شفناه طبعا وكان بيحتفل زيكم يعني معاكم الحمد لله لحد نهايه المباراه. السؤال الثاني، انتوا بين الشوطين كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ لان برضو كان ملاحظ قوي ان الشوط الاول كان مختلف جدا عن اداء الشوط الثاني، كنتوا بتقولوا ايه لبعض تحمسوا بيه نفسكم، والجهاز الفني او المدير الفني كان بيقول لكم ايه؟ احنا اللي اتكلمناه كلعيبه، احنا اتكلمنا ان التوتر كان باين في الاول، التوتر اللعيبه الضغط فعلا كان عالي جدا عليهم، فده حصل توتر. اللي اتكلمنا بين الشوطين ان احنا خلاص مش باقيين على حاجه، احنا فعلا احنا خسرانين، احنا مش باقيين على حاجه، فلازم خلاص نطلع اقصى حاجه عندنا ومحدش يلعب من حاجه. وحتى الجول ما تعتبروش، انا يعني انا شايف ان الجول لو اديته اعتبار او اديته حساب هتخسر او هتضيع كتير. لكن انت لو انت ما فكرتش في حاجه، انت بتفكر في المكسب بس، بتفكر في فده اللي هيفرق جدا معانا، وده اللي فرق فعلا معانا الشوط الثاني، ان اللعيبه بدات خلاص شالت كل حاجه من على دماغها والحمل كله شالته، وبدات تركز ان احنا عاوزين نكسب بس، وده اللي حصل الحمد لله. وان شاء الله ده كمان يحصل يا كابتن باذن الله في دور الثمانيه. يمكن يعني فريق الاعداد في الاير بيقول لي يمكن السويد متقدم، يمكن دلوقتي بفارق 6 أو 7 نقاط اهداف، فوارد جدا ان السويد يكون مركز اول، لكن لسه المباراه طويله ونتمنى ان شاء الله المركز اول لمصر. لكن زي ما انت بتقول خلاص دور الثمانيه اترفعت الضغوط، وشفنا لما الضغوط بتترفع عن اللعيبه ازاي الاداء بيتغير وازاي بيكون في حريه كبيره جدا، بيديك اولويه حتى على اقوى الفرق يعني زي سلوفينيا. وان شاء الله ده اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، ان اي منافس ان شاء الله في دور الثمانيه الضغوط مرفوعه، لكن كل الامال ان شاء الله للمربع الذهبي، وده كمان طموحات كبيره جدا جدا اكيد لحضراتكم ولكل الجماهير المصريه. يا رب ان شاء الله يا رب يجبنا كده بدور الثمانيه. خلاص زي ما قلت لحضرتك هو الضغط اتشال، انت بتلعب البطل العالم، انت هتعمل اللي عليك، وان شاء الله ان شاء الله هتحقق النتيجه كده ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق. الف الف مبروك، تحياتنا لكل منتخبنا الوطني لكره اليد، شكرا ليك.